ناخذ ابراهيم. تفضل يا ابراهيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. انا عندي 3 اسئله يا شيخ. السؤال الاول، انا اذا صليت العشاء اتسنن ركعتين ثم اخر الشفع والوتر، هل يجوز لي اصلي 4 ركعات او 6 ركعات او 8 ركعات قبل الوتر؟ يجاوب الشيخ، يجاوب الشيخ على السؤال. نعم، هذا احسن. اذا انك صليت ما تيسر من قيام الليل ثم ختمته بالوتر هذا أحسن وأتم. نعم.